حليم قوي. انت حمار يالا، ده عب حليم، ما انا عمي كان عازف ناي في فرقته. امك جايه ليه؟ معرفش. ازيك يا ماما؟ اهلا يا حبيبي. انت عرفت ازاي؟ من عبد الرحيم سكرتير المرحوم، فيه الخير عنكم. ماما جو صاحبي الدكتورة ساوسة. ساوسة المبادئ اخرج. جو ده اسمك في البطاقة؟ لا انا اسمي في البطاقة رجب عبد الصمد رجب. وبتشتغل ليه يا رجب؟ انا طنط اتخن دي جي في مصر. عبد الصمد ودي جي؟ طب تيجي ازاي دي؟ كده ايه اللي انت جايباه معاكي ده؟ مش ده صاحبك؟ اه صحيح. ايه يا ربيعي؟ خلصت؟ اه سعيكم مشكور. مات صاحب الهي الحزين وساب جوانا جرح أليم. ماتت الرومانسية من بعده، من بعده ماتت الرومانسية. هو ده ماله خشب كده؟ ده اللي فضل منه يا بابا. أخوك المرحوم ساب وصية مع جاد الرب المحامي، وجاد الرب جاي بكرة إن شاء الله من البلد، وبعد العزاء هيفتح الوصية في حضوركم وحضور الدكتورة سوسن. وبمناسبة ايه الدكتورة سوسن تحضر فتح الوصية؟ مش كفاية خلعتني وطردتني من البيت؟ علشان انت راجل هلاس وعلمت ابنك يبقى زيك يا راجل يا موبوء. لا ارجوك سيبهولي، اصل المرحوم معلمني اعزف عليه علشان لما هو يموت نايو ما يسكتش ابدا ابدا. انا ارتبطت بيه عاطفيا. بالمرحوم؟ لا بالناي. خده، انا مش عاوزه. أنا شخصيا ماشي مع طبلة، بس طبلة إيه؟ طبلة طبلة. ها؟ المقرئ ما جاش ليه؟ زمانه جاي. إيه الدخان ده؟ هيرصوا حجرين على روح عمك، ما أنت عارف كان بيعز الجوز قوي. أروح أنا أظبط الصوت ده عبال ما المقرئ يجي؟ اتكل على الله. ماشي. قال الله. شدي حيلك يا دكتورة. شد على الله. تفضلي حضرتك. كرسي. تفضلي. هاي. ما تزعيش نفسك قوي يا طنط عشان الزعل يبين انت جايت لي تحت عينيكي. تشاو. انت جعت؟ علي يا ابني البيت شوية. شوف صاحبك ابن العبيطه ده، هو فاكر نفسه في الديسكو؟ هو لسه عمل حاجه؟ ده لسه هيسخن اكتر من كده. اه بنوازي وبنشاطر وبنعزي حبيبي وصاحب الضيقه، وبنقول له كلنا دايما الباقي يا جو يا حبيبي. يعني ميرسي على الكومبليمون اللطيف ده. عارف لو طلع نقطه هروح اقتله لك حبيبي. تقولنيش بحاجه يا اخي، الحبايه اللي انت جايبها لي دي مهرشاني قوي. الدرجون ده انا دماغي بتاكلني يا معلم. طب بقول لك ايه، معايا حاجه ثانيه. انت سكرت ولا ايه؟ اه مسكوته. حلاوتك يا جدع. الواد ده جدع والله العظيم، الواد ده جدع. ده جدع؟ اه احسن لك روح سكته، يا روح اجيب لكم البوليس يقبض عليكم عشان الحبوب اللي عمالين تنطوروها في الصواندية. اجيب لك واحدة معاه ابو صليبة؟ هشوف لك، لو ما لقيتش هات تراما جاك. ماشي. سمعت خبر وحش قوي. ايه؟ انت سبت الواد بتاعك ولا ايه؟ ايوه.
كنت بقول لها ده دايما ما معهوش ما يلزموش، هيصرف ايه في الحياه؟ دليله برضه كده، لم الحاجه بقى. لا لم ايه، ده انا لسه ما قلتش كلمتين على بعض، وبعدين الحبايه لسه ما اشتغلتش. طب المهرشه دماغ اهلي ليه؟ انت اتفزت يا تايجر. ايه البتاع ده؟ ده المايك. وحدون عليا النعمه، الناس دي كلها مؤمنه. بطل الله مستعجل ليه؟ لسه السهرة طويلة. بقال الله المقرئ فين؟ انت هتوترنا ليه؟ مليلة زي الفل. هارد لك يا انكل. انكل هارد لك ليه؟ خسرت الدوري. اخص عليك يا انكل. اخص على اللي جابوك. سعيكم مشكور. سوري يا انكل، ما بسلمش عشان انفلونزا خنازير. مين الخنزير ده؟ ده وائل. انا رايي تلم اصحابك توديهم على عزا الحريم. انا بعد واحد. قال الله. قال الله. قال الله المرحوم سريح. وانت مش ناوي تسريح. مين ده؟ ولا اعرفه. اللهم طولك يا روح. طنط ده شكلك متضايق قوي. بليز عيش اللحظه، ما تزعليش نفسك، ولا هيجيلك هارد اتاك. ايه ده انت؟ ايه اللي دخلك هنا؟ وانت مالك وتقول لي انت ليه؟ الله، هو انت ولا انت اشتري؟ انا داري. وانت مالك؟ وايه البلاوي دي؟ انا مش فاهم. ما تزعليش نفسك يا دكتور، احنا كلنا جو جو. أيوة جو 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 ما اديتوش حاجة، ده أول ما شاف البرشامة مات. المقرئ فين؟ الليلة العسل دي. عسل إيه؟ الناس بتموت أهي. مين مات؟ جاك. بقى لله، هو ده عزمه مختار؟ أنا افتكرتك، أنت لسه ما لقيتش عزمه. هو ده عزمه مختار؟ لا، ده عزا ورثة أمه مختار. طب ما قلتلكوش حاجة وحشة. لا خد، راح فين؟ مدام جيت خش عزي. لا خلاص، عندي ميعاد، مش هقدر. خش. خش. مش هو ده؟ ده مسكين بقاله 7 سنين بيدور على عزم ومختار. مش عازم. خد يالا، خد يا. بسم الله الرحمن الرحيم. دورامي فاصل. دورامي ايه يا متر؟ انت هتغني ولا ايه؟ ما تنجش. الراجل نازل السلم براحته بدل ما يتكوم على وشه. لا لا لا، دي مش بتاعت السلم، دي اخر الحان المرحوم التي لم تظهر للوجود. الحمد لله، اهو ساب الوجود كله وقابل رب كريم. يلا يا استاذ جاد، اقرا الوصيه من فضلك. من عناية جزء 6. بسم الله الرحمن الرحيم.